妈妈，اهلا وسهلا اعزائي متابعي موقع مجله النهار المصريه، اسعد الله مساءكم كل خير. معنا اليوم داخل محافظه القليوبيه وقاعة ماساويه جديده تعرض ليها حماده واسمه محمد. شهرته حماده اهواجي وعنده 34 سنه. محمد تعرض للغدر واتقتل غدر من احد جيرانه بسبب تفاصيل. طبعا اسرته النهارده احنا معاها، هيحكوا لنا اكتر عن تفاصيل الواقعه اللي تعرض ليها حماده وليه مات. أنا وسهلا بحضرتك. البقاء لله، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. النهارده جوزك توفى او اتقتل غدر، ايه السبب اللي يخلي واحد يسيب اربع اطفال اصغرهم سايبه عندها شهور؟ طيب ويعني ليه يحصل فيه كده؟ عشان خاطر والله هو جار عندنا في الدور التالت، فبيقول له وطي الصب واقفل الباب واعمل اللي انت عايزه عشان فيه بس حريم في البيت. على طول كان مشغل الصب ومعلمه، بس هي دي كل السبب والله. والناس اتدخلت ساعه اللي هو رجع، هو شغال قهوجي بيرجع، يعني الواقع حصلت في رمضان 12 رمضان. تمام. رجع من شغله العشاء، بعد العشاء كده الساعه كانت 9 10 كده بالليل. تمام. هو رجع فلقى الصب شغال ولا قاعد فلنا كات وشورت كده، وفتح الباب فبيقول له اقفل الباب واعمل اللي انت عايزه عشان في حريم في البيت. تمام. ووطي الصب ده عشان هو كان بيبقى شغال يعني ايه بيبادلوا مع بعض هو واخوه. تمام. يعني هو كل اللي قاله او كل اللي عمله خبط على جاره وقال له وطي الصب بس مش شويه. خبط على الجار ده، هو مش خبط على جاره ده، هو لقى الباب مفتوح. يعني لا باب الشقه مفتوح. هي كل المشكله ان هو الباب بتاعه مفتوح ومعلي الصب وقاعد بقى بفانيلنا كده حماله وشورت. بس هي دي كلها، يعني عشان بقول له وطي واقفل الباب على نفسه. عمل الاشكال دوت كان بالليل الساعه 9 ونص كده 10 بالليل، وفضلت المشكله لحد بعد السحور، لحد الصبح يعتبر مش السحور، لحد الصبح اتخانق معاه شد معاه وبعد كده تربص له لحد ما نزل ثاني يوم. نزل قرب، يعني هو نزل على اكل عيشه، هو جه المغرب قبل المغرب يفطر معانا زي ما بيفطر. وما كانش في اي حاجه خالص والله. وهو نزل بقى بعد الفطار على طول لقاهم داخلين المدخل. والله والله هو ده اللي انا بقوله، والله لقاهم داخلين المدخل. انا سمعت الصوت نزلت جري، لقيت واحد راح خبطه هنا بالمطوه اللي هو عمرو ده، والتاني راح ضارب طلقه. كلنا صوت انا وكانت الناس مراته ومرات اللي هو سبب المشكله وعياله البنات راحوا مصوتين من الطلقه، فكل هو جري رحنا كلنا جارين وراه، جوزي بيجري ورايا بيديله كده هو بالمسدس كده. بس هو ما اقول له خلاص يا عم عاد بطوله، والله بطوله بقول له ليه كده يا عم عاد، يقول لي ده انا هموتهولي. ومصطفى زقت مصطفى اللي هو ماسك الفرد وبيضرب بيه، يقول لي والله انا ندمك عليه. طب ندمنا عليه ليه؟ سايب له 4 بقى. تمام معاكي. بعد ما انت دافعتي عنه قام اداله الطبقه الثانيه. بعد كده عمل ايه؟ بس جريوا بقى كلهم وانا وجوزي رحنا نعمل المحضر. بس هو ما اعرفش حد عنه هو بيعمل المحضر، يعني هو خد الطلقه وراح الاسم بيها. تمام. رحنا ولقينا واحد منهم والتاني لقيناه في المسجد وقدمنا في الصناصير. التاني جاي بيشتكيكوا هناك بقى. كان رايح يعمل فينا محضر، كان رايح يعمل فينا محضر هناك. لقيناه واحنا داخلين نعمل محضر لقيناه. فلما لقيناه فراح جوزي قال له يا باشا هو دوت من ضمن اللي ضارب عليا نار، راح قال يلا كلكم جوه. فاحنا لما دخلنا عربيه الاسعاف جت خدوا جوزي ودوه مستشفى ناصر عشان خاطر يعني عملوا نزيف. عمال قالوا نزيف، قالوا له محلول، وانا كانوا عايزين يخيطوا له ايدي ديت، فانا خفت من الخياطه. يعني انا خفت ما رضيتش اخيطها. جوزك اصلا يعني بتاع مشاكل؟ ليه مشاكل؟ لا والله. اسالي عليه في الشارع، انزلي اسالي، تعالي كده من اي طريق قولي يا حماده مجدي، شوفي هيقولوا لك ايه. والله ما بتاع مشاكل ولا ليه ولا ليه خدش. والله لو ليه مشكله انا نفسي اقول لحضرتك. هو كان نازل يجيب هدوم العيد، انت قلت لي عياله ما لحقش يفرح بيها. والله ما لحق، والله العظيم ما لحق يجيب حاجه، ولا اعرف السبب لحد وقتنا هذا كده. انا ما اعرف السبب، انا عايز حقه عشان يرتاح، عشان عياله ترتاح. عيله زي دي تقول لي بابا جاي، حقي بابا يجي، كل ما اكلمها تقول لي حقي بابا يجي. ولا لينا دخل ولا لينا خارج ولا لينا معاش، كنا قاعدين اللي كان بيجيبه من شغله كنا بناكل ونشرب ماشيين بنفسنا.
يدفع كهربته ويدفع غازه. ادينا كنا ماشيين وقافلين بابنا على نفسنا، هم اللي كانوا حاطينه في دماغهم. والله كانوا حاطينه في دماغهم. كان ماشي جنب الحيط. بقيت اقول له خلاص يا عم هات، يقول لي والله انا موتهولك. قال لي كده، قال لي اموتهولك يا عم هات خلاص. يقول لي والله لا جزعهولك. اهو جزعه وموته. خدت ايه طيب انا؟ يعني انا خدت ايه بالاربعه؟ دمر اسره ودمر اربع اطفال. دمرنا كلنا، والله دمر بيت كامل. والله دمر بيت كامل، والله دمر بيت كامل. حزب الله ونعم الوكيل فيهم. والله ما بعرف انام ليل ولا نهار بسببه. حزب الله ونعم الوكيل فيهم. منهم لله. كان حماده نفسه يشوف عياله ايه؟ كان حاجه ثانيه يعني، كان هو احواجي بس كان عايز يشوفهم حاجه. والله كنت اقول درس يقول لي وديهم مدرسه، وديهم مروان في ستة ومالك في ثالثة، وكرمة بتروح حضانة، وغازل دلوقتي بوديها حضانة. كان نفسه يعلمهم ويشوفهم أحسن الناس. أحسن حاجة، والله كان أحسن حاجة. أنت تنزلي اسألي في الشارع كده، قولوا لهم كان حمادة ده إيه؟ يقول لي كان بيجي من شغله يطلع بالأكل، ما بينزلش الشارع ده خالص. والله ما كان بينزل الشارع ده خالص. من الشغل البيت. والله العظيم من الشغل البيت. إن قاعد مع أصحابه ساعتين أقول له ده أنت كده اتأخر، هو نفسه يقول لي ده أنا اتأخر. والله ما كان بيكمل، كان يطلع يقفل الباب علينا وخلاص على كده. رحنا حاسين إن البيت ما بقاش ليه أي حاجة، يعني ملوش أي زعوة ولا ليه أي حاجة. كنا حاسين إن هو عمود البيت صح. والله كنا حاسين إن هو عمود. والله اتكسرنا. والله بجد اتكسرنا. والله شقتي فوق ما بطلع. والله ما بطلع شقتي. والله ما بطلع غير لو كنت غير لي لقيتي وبنزل اقعد تحت في الاوضه اللي تحت دي، بفضل قاعده فيها. فانا طالبه حقه بس. حقه، انا مش عايز حاجه الا حقه. بس حقهم عشان بس ما يتعيروش بعد كده. معاهم بقى عيال في الشوارع، عيالهم بيقولوا لي عيال ابوكوا كلب وراح. ليه؟ ليه معاهم عيل يقول لا طبعا احنا في بلد فيها قانون وقضاءنا قضاء عادي. لا عشان شاف انت شفت ده قال له كده. فاحنا مش عارفين احنا عايزين طيب ايه، حد يعني ان يقف معانا يجيب لنا حقنا. وانا يعني صوتي هو للرئيس اللي يجيب لي حقي انا وعيالي، مش انا لوحدي. انا واحده عندي 32 سنه يعني لسه عيله. كسروني وكسروا شبابي وكسروا شبابه، ما خلاش عياله فرح بيهم ولا هو فرح بعياله. انا مش بعرف والله اروح الاقي، والله ما بعرف اروح الاقي. وبيصرفوا وفي اكل وشرب وفي ده وفي ده، وكل واحد عارف البيت بيصرف ايه. مش انا يعني اللي اقول، كله عارف. ده اكبر ولاد مالك صح؟ ده مروان. وده مالك. عندك كام سنه يا مالك؟ مروان 11. انت في سنه كام دلوقتي؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. هو في سته طالع اولى اعدادي. وشاطر بقى ولا ايه؟ الحمد لله. عايز حق بابا ان شاء الله. بابا كان بالنسبه لك ايه؟ كان كل حاجه ليه؟ كان صاحبك؟ ربنا يا حبيبي يرحمه يا رب، هو اكيد في مكان احسن. عندك كام سنة؟ 10 سنين؟ انت عايز حق بابا صح؟ بابا كان بالنسبة لك حاجة كبيرة؟ ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حق محمد اكيد اكيد راجع ان شاء الله. ودي اصغر ولاده. دي هي الصغير. كان لما توفى اتهان على اسم امه من غير ما نعرف. يعني انا اروح على ليلي غزل لقيته كتبها تهاني. ليه مش عارفه لوحده والله برضه كده. بيجي لك بقى يعني بعد ما توفى كده بيجي لك حلم بيه؟ لا عشان انا اصلا مش من فرق العيال بسببه. حماده ده كان حاجه كبيره قوي عندي. انا كل حاجه انا كنت واخداها حب 4 سنين. عمره ما عرف فيا ولا عمره غلط فيا ولا عمره قال لي اي حاجه. كنا نتشكل المشاكل العاديه. عمره ما زعل خالص خالص ولا كان بيزعق. يعني ايه المشاكل اللي بتتشكل كل راجل وكل ست؟ بس بعد كده كفايه اللي يجي بالليل. ايه صار عملت اكل ايه؟ طب كنت لنا ناكل؟ طب يرضيك. دي حقيقه. رخم انا حزينه قوي عشان شبابه.
حقيقي، وان شاء الله تتربى تبقى احسن الناس، بس من غيره طبعا مش هتبقى حلوه، بس عشان شبابه، شبابه اللي راح بس وراح غدر، والله غدر اربعه عليه، والله اربعه عليه، والله بقيت اقول لي ده خلاص قول لي اموتهولي، واسوي ده يقول له خلاص قول لي والله انا جزعهولي. طب ليه؟ حاطينه في دماغك لعمل ايه؟ عشان بقول لك اقفل الباب، عشان محترم بقول لك اقفل الباب واعمل اللي انت عايزه. ليه؟ ليه عملته كده فيه؟ ايه السبب؟ ما كانش فيه ولا مشاكل ولا حاجه ولا اي والله حاجه، والله العظيم ولا حاجه، والله يعني انا بقول لحضرتك يعني انا ممكن اخلي ناس من الشارع يكلموا حضرتك ويسالوا وتقول لهم، قول لهم حماده ده كان بيتشكل هنا في الشارع، كان ليه خدش؟ ليه مشكله بيعملها؟ شوفوا هم هيقول لك ايه؟ اقول لك الوحيد اللي في الشارع ولا شفنا منه اي غلط، الشارع هنا كله زعلان حزين بسببه، كله حزين بسببه. او ربنا موجود، ربنا يا رب ربنا موجود حقه اكيد، احنا وصلنا لحد ما هيجي يعني عاجلا ام اجلا، هو كده كده جاي ان شاء الله باذن الله، ربنا موجود عشان دموع الاطفال طالعه عايزه او بتطالب بحق باباها. يا رب يا رب يا رب حقه يجي، انا بتمنى من ربنا ان حقه يجي، انا عايز احقق اي حكم ربنا يدهوني انا موافقه بيه، والله اي حكم ربنا يدهوني انا موافقه بيه، عشان ربنا اللي شايف ان ده حقه يضيعه، بس انا عايز احقق، انا عايز احقق. احنا قاعدين ولا والله ولا كنا بنتشكي، بص يعني لو اقول لك ان ما كانش بيحب حتى لفه الطرحه دي ما كانش بيحبها كده عليا، يعني شوفوا وصلت لحد ما كانش يحب عيل ينزل الشارع، كانش يحب عيلتي كان ينزل ياخد دي على كتفه كده ويجيب لها كل حاجه. قول لها بابا قال لك هديكي ايه؟ اليوم المشكله هو نازل على الشغل. بص بابا قال لك ايه يا كرم؟ قال لك ايه؟ انا 50 جنيه وانا جاي. بتقول له هات 5 جنيه بابا، قال لها احلى 50 جنيه وانا جاي. دي وهو نازل شغله اليوم اللي حصل فيه كده. يعني اليوم اللي حصل فيه كده قال لي هات يا بابا 5 جنيه، قال لها احلى 50 جنيه الكارما النهارده. مين ده؟ قولي لها مين ده يا فاسا؟ مين؟ قولي لها قولي لها رب حق بابا يجي. طب خير سمعيها، قولي لها ان شاء الله حق بابا يجي. بابا زي ما شفتوا اعزائي متابعي موقع جريدة النهار المصرية، دي الواقعة او الحادثة المأساوية اللي تعرض ليها حمادة، يعني واقعة ما تستاهلش اصلا ان هي كانت تحصل، وتدمر اسرة باكملها وتدمر اطفال كان نفسهم يشبعوا من باباهم، ويعني ليه كل ده يحصل؟ في الاطفال دي تتشرد ليه؟ يعيشوا حياة زي كده ليه؟ يتدمروا ليه؟ نفسيتهم تتدمر لما يشوفوا باباهم قدامهم بيموت في الشارع او مضروب بالنار قدامهم، ويعني ليه يتذلوا بعد كده بان باباهم حقه مش هيجي؟ الكلب وراح، والله قلت لي والله عيل ابن عمرو جه، ابن عمرو ده يقول لي ايه ده كلب وراح، يقول لي ابني ده كلب وراح، والله قال كده كلب وراح، عيل قال لي ده كلب وراح، قال لي ابني كلب وراح، ابوك ده كلب وراح، قال له كده عشان الكبار بيقولوا كده، قاعد في وسط امه ومرات عمه ومرات عمه الثانيه قاعدين كده وبيقولوا كده كلب وراح، معتبرينه كلب وراح ليه؟ ربنا يا رب يرحمه. فانا فالرئيس بقى انا طالبه منه وطالبه من كل اللي يقفوا جنبي المسؤولين ان يجيبوا لي حقي، حقي انا وعيالي، بس انا مش عايزه حق انا وعيالي بس أكيد عشان مش ذنبه حاجه، والله العظيم ما ذنبه حاجه، وهنيجي وهنبارك لك يوم ما حقه يرجع ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، وانا مستنصره حضرتك نجيتك دي على دماغي، كتر الف مليون خير. وزي ما شفتوا اعزائي متابعي موقع جريده النهار المصريه، دي كانت واقعتنا اليوم من داخل مدينه شبرا الخيمه بمحافظه القليوبيه، كانت معكم شروق خيار من داخل محافظه القليوبيه.